هنتكلم النهارده يا ليفل 3 عن قاعده مهمه جدا او جزء كده في جرامر مهم جدا بنسميه ترتيب الصفات. يعني ايه ترتيب الصفات؟ ترتيب الصفات يعني ان احنا بنرتب الجمله بتاعتنا بترتيب معين، adjective orders بترتيب معين، كل ما الجمله بتاعتنا بيزود فيها صفه. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ يعني لو انا بكتب جمله والجملة دي فيها عن شيء بوصفه، عن حاجة بوصفها، والحاجة دي فيها أكتر من صفة، يعني عرفنا لونها إن هي مثلا لونها أحمر، وعرفنا مثلا حجمها إن هي صغيرة، وعرفنا مثلا إن إحنا جايبينها عشان خاطر نلعب بيها، الغرض بتاعها إن إحنا نلعب بيها. هل الجملة كده بنحطهم بشكل عشوائي ونحطهم في الجملة كده من غير ترتيب؟ هقول لك لأ، طالما أنت هتوصف حاجة الحاجة دي فيها أكتر من صفة هتذكرها، يبقى أنت لازم تعمل لهم order ترتيب، لازم تعمل لهم adjective order أو order of adjective ترتيب الصفات. طيب هو الترتيب ده بيكون على أساس إيه؟ وهل كل جملة بيكون فيها صفات كتير؟ هقول لك لا، تعال الأول نقسم الصفات مجموعات. أول مجموعة هناخدها هي مجموعة اسمها opinion، يعني الصفات اللي بتبين لنا الرأي بتاعك، الأوبينيون معناه الرأي بتاعك. زي إيه صفات بتبين لنا الأوبينيون؟ زي مثلا إن إحنا نقول الحاجة دي بيست، أفضل حاجة أنا شفتها في حياتي، أفضل، بيست، أفضل. مثلا إن أنا أقول إن الحاجة دي كويسة جدا، very good أو good، أنا قلت رأيي good. الحاجة دي مثلا بتكون terrible، فظيعة، terrible، يبقى terrible أو good أو standard أو أي حاجة من الصفات اللي بتبين لنا رأيي في الحاجة، رأيي الشخصي، دي بنقول عليها المجموعة بتاعت الopinion أو صفات الرأي. زي إيه صفات الرأي كمان؟ زي مثلا أقول beautiful، جميلة. زي إيه كمان صفات الرأي؟ إن أنا أقول رأيي، إن أنا أقول إيه مثلا، بصوا ثواني كده، ان انا اقول lovely، lovely رائعة، beautiful ولوفلي، كل الحاجات دي اسمها الاوبينيون بتاعي او اسمها رأيي. ان انا اقول lovely، lovely يعني رأيي، يعني جميل او محب، ده رأيي برضو. ايه كمان؟ انا اقول bad، سيئة، كل دي بتندرج تحت جزء اسمه النوع الادجكتيف اللي بتعبر عن الاوبينيون، والاوبينيون معناها الرأي. طيب تعالوا نشوف مجموعة تانية. المجموعة التانية اللي عايزة أكلمكم عنها هي المجموعة اللي بتعبر عن السايز، مجموعة الصفات اللي بتعبر عن السايز. يعني إيه سايز؟ السايز يعني الحجم، يعني أي حاجة بتدل على الطول أو العرض أو الحجم بنحطها في مجموعة الصفات اللي فيها سايز. زي إيه؟ زي إن أنا أقول بيج، كبير. زي إن أنا أقول هيوج، يعني إيه هيوج؟ يعني ضخم. زي إن أنا أقول كمان لونج، طويل، بالعرض لونج. زي إن أنا أقول مثلا طول، طويل. زي إن أنا أقول مثلا تايني، تايني، رفيع. زي ان انا اقول شورت، تايم دي يعني ضئيل، صغنن، يعني ان انا اقول شورت، قصير. ان انا اقول enormous، ضخم. ان انا اقول little، صغير. كل دي adjective، صفات بتبين لنا حاجه اسمها الاوبينيون، يعني حاجه اسمها سايز، الحجم. يبقى أول مجموعة صفات هي مجموعة الأوبينيون، الرأي، يعني جيد، فظيع، جميل، لوفلي، باد، سيء، كل دي اسمها مجموعة اللي بتدل على الأوبينيون. المجموعة اللي بعدها هي مجموعة الصفات اللي بتبين لنا السايز، الحجم، زي الطول، الكبير والصغير، الحجم، الارتفاع، كل دي حاجات اسمها سايز. طيب يا مس، ايه المجموعة اللي بعدها؟ المجموعة اللي بعدها من الادجكتيفز، الادجكتيفز اللي بتدل على الشيب. يعني ايه الشيب؟ الشيب هو الشكل، الشكل بتاع الحاجة. طب هو مش الشكل هو السايز؟ اقول لك لا، الشكل
هو ازاي الحاجه دي شكلها ازاي في وصفها. يعني مثلا الحاجه دي على الشارع ده ستريت، ستريت يعني على طول، شكله كده ان هو ماشي على طول، ستريت على خط مستقيم. يعني الشكل ده بيكون راوند، راوند دائري، راوند. الحاجة دي شكلها بيكون اوفل، اوفل بيضاوي. الحاجة دي كمان شكلها بتكون فلات، فلات يعني مسطحة. كمان الشكل عندنا ممكن يكون سكوير، سكوير مربع، تريانجل، تريانجلر عبارة عن مثلثي، تريانجل. كل دي حاجات بتبين لنا مين؟ بتبين لنا الشيب. يعني ايه الشيب؟ يعني الشكل. يبقى تاني، احنا عرفنا ان في مجموعة صفات بتبين لنا الاوبينيون، رأينا. زي ايه رأينا؟ good, bad, great, terrible, pretty, silly, lovely, beautiful, awesome. كل ده رأيي، رأيي في الحاجة اللي بوصفها. في كمان عندنا الصفات بتبين لنا السايز، زي huge، ضخم، كبير، big، large، tiny، صغنن، enormous، ضخم، little، صغنن، tall، طويل، long، طويل. كل دي حاجات بتبين لنا السايز. في مجموعة صفات بتبين لنا الشيب. يعني ايه الشيب؟ يعني الشكل. زي ايه الحاجات اللي بتبين لنا الشيب؟ زي ستريت بشكل مستقيم، زي فلات مسطح، زي ريكتانجلر على شكل ريكتانجلر مستطيلي، تريانجلر على شكل مثلثي، سكوير على شكل مربع، راوند على شكل دايرة. يبقى دي الصفات اللي بتبين لنا الشيب. طيب ايه كمان صفات، ايه كمان صفات ممكن نستخدمها؟ عندنا صفات بتبين لنا الايج. يعني ايه الايج يا حبايبي؟ الايج هو العمر، يعني عمر الحاجه. يعني ايه عمر الحاجه؟ ممكن الحاجه تكون صغيره، وصفت ولد ان هو يونج، صغير في السن. وصفت مثلا شخص او حاجه تكون اولد للاشخاص، اولد بمعنى كبير في السن، وللاشياء اولد معنى قديمه. وصفت حاجة قلت عليها جديد، جديد يعني نيو. وصفت حاجة قلت عليها ancient، وancient معناها قديم، قديم جدا أكتر من كلمة old. وصفت حاجة مثلا إن هي unique، unique يعني غريبة، useful، شباب. كل دي حاجات، كل دي صفات بنحطها تحت جزء من الايج، العمر بتاع الحاجة. يبقى في صفات بتبين لنا الايج، العمر. زي ايه؟ زي old، young، new، useful، ancient، قديم. دي مجموعة صفات بتبين لنا الايج، العمر. طيب في مجموعة صفات تانية اسمها الصفات اللي بتدل على الكالر، اللي هي صفات الالوان. الكالر اللي هو الالوان، زي مثلا ان انا اوصف الحاجه بالالوان بتاعتها، بالكالر بتاعها، كل الكالرز بتاعتنا، كل الالوان، ريد، يلو، جرين، كالرفول، ملون، شايني، برايت، لامع جدا. كل الحاجات دي اللي فيها لون، لون، بنحطها تحت الجزء الخاص بالصفات اللي بتدل على الكالر، اللي بتدل على اللون. كالر معناه لون. طيب يعني في صفات تانية؟ طبعا في صفات تانية. في صفات اسمها origin. يعني ايه origin؟ الاورجن هي الجنسية، من اين اتى. يعني مثلا انا عندي ولد عايزة اوصفه، وعايزة اقول ان هو الولد ده امريكان، من امريكا. يبقى الاورجن، الاورجن هي الجنسية، جاي منين؟ جاي مثلا من كنديان، من كندا، فرنش، فرنسي، مكسيكان، مكسيكي، ايجيبشن، مصري. يبقى في مجموعة صفات تانية اسمها origin. يعني ايه origin؟ يعني المنشأ، الحاجة جاية منين. الاورجن هو المنشأ، يعني الناشوناليتي، بالظبط كده، ان انا اتكلم عن الجنسية. فانا اكتبها عشان تبقوا عارفينها، اسمها origin، origin اللي هي المنشأ. زي ايه؟ زي ان انا اقول مثلا فرنش، فرنسي، زي ان انا اقول امريكان، 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 او ان انا اقول ايجيبشن. كل دول عبارة عن صفات، adjectives، بتدل على المنشأ، الاوريجن اللي هي المنشأ او الجنسية. طيب في مجموعة صفات تانية بتدل على الحاجة اسمها المواد الخام، materials.
المواد الخام يعني الماتيريالز. ماتيريال، الماتيريال او الماده الخام. مثلا بوصف عربيه وعايز اقول ان العربيه دي مصنوعه من الميتال، المعدن، الكرسي ده مصنوع من الودن، خشبي. طب ايه الحاجات اللي بتدل على الماتيريال، الماده الخام؟ زي ان انا اقول خشبي، يعني ايه خشبي؟ وودن، خشبي. سيلك، من الحرير، سيلك. او ان انا اقول ميتال، ميتال من المعدن، ميتال معدن. ان انا اقول بيبر، ورق، بيبر. ان انا اقول كمان جولد، ذهب، من الذهب. ان انا اقول سيلفر، سيلفر اللي هو الفضة. سيلفر، ثواني. ان انا اقول فضة، ان انا اقول مثلا الحاجة دي من الكوتون، الكوتون اللي هو او القطن. كل دي مجموعة صفات بتبين لنا حاجة اسمها الماتيريال، الماتيريال يعني المادة الخام. طيب في صفات تانية، في نوع صفات تانية بتبين لنا حاجة اسمها بيربرز او البيربرز. معناها الغرض، يعني صفات بتبين لنا غرض الحاجة دي. هل احنا بنستخدمها for writing، للكتابة writing؟ هل احنا بنستخدمها for sleeping، بنستخدمها sleeping للنوم؟ هل احنا بنستخدمها for dancing، for running، for cooking؟ البيربس او الغرض هو الحاجة اللي بتبين لنا احنا بنعمل الصفة دي ليه. يبقى انا كده دلوقتي عملت لكم ايه؟ محدش يقول لي الصفات كلها زي بعض، لا، الصفات مش زي بعض، الصفات بتتقسم لمجموعات. مجموعة اللي هي بيكون عبارة عن الحجم، السايز، الحجم مش السايز، الشكل، الرأي، الغرض بتاع الحاجة، الماتيريال بتاع الحاجة، المنشأ بتاع الحاجة. كل دي عبارة عن مجموعة من الادجكتيفز، مجموعة من الصفات. طيب يا ميس، هل كلهم في الجملة نحطهم كده، نحطهم كده في الجملة من غير ترتيب؟ أقول لك لا، دي ما ينفعش يتحطوا في الجملة من غير ترتيب، لازم يكون ليهم أوردر، ترتيب. طيب حاجة تانية، هل الجملة بتاعتنا بيكون فيها كل الصفات دي؟ أقول لك لا، برضو الجملة بتاعتنا مش بيكون فيها كل الصفات دي. طيب يا مس، لو هي جملة أو حاجة عايزة أوصفها ببعض من الصفات، احطهم ازاي؟ الاول لازم نعرف ترتيبهم كلهم ازاي عشان نعرف لو جه حاجة منها نحطهم ازاي. انا هوقف دلوقتي واشوف الأسئلة بتاعتكم عشان اشوفكم انتوا فاهمين لحد فين. انا دلوقتي عرفت انواع الادجكتيف بتاعتي او انواع الصفات بتاعتي. طيب ايه الترتيب اللي انا امشي عليه عشان اكون جملة فيها اكتر من صفة؟ اول حاجة حبايبي في الترتيب بتاعنا، اول حاجة بنبدأ بيها هي بنبدأ بحاجة اسمها العدد. العدد هي الحاجة اللي بنبدأ بيها اي ترتيب جملة، يعني ان انا ابدأ بحاجة اسمها العدد. ان انا ابدأ مثلا بآه، A بتساوي كلمة one، يعني A big، A red، A small، أبدأ بA. أو أبدأ بتو، number two، أو أبدأ بثري، أو أبدأ بذس، أو أبدأ بذات، أو أبدأ بان، أو أبدأ بذا. كل دي اسمها الأدوات اللي بنستخدمها اللي بتدل على العدد، النمبر. النمبر هو أول حاجة بنكتبها في ترتيب الصفات. طيب هناخد الأول 3 صفات وبعد كده نمشي واحدة واحدة نزودهم شوية. إيه تاني صفة عندنا في الترتيب؟ تاني صفة في الترتيب بتكون الأوبينيون. يعني إيه الأوبينيون؟ يعني إن أنا أعرض رأيي. يبقى تاني في صفة في الترتيب إن أنا أتكلم عن رأيي في الحاجة. رأيي في الحاجة زي حاجة كويسة، حاجة وحشة، حاجة أجلي، حاجة بيوتيفول، حاجة أميزنج، رأيي في الحاجة. طيب تالت صفة بكتبها إن أنا أكتب عن السايز، الحجم، السايز اللي هو الحجم بتاعنا. يبقى نمشي كده واحدة واحدة، عدد، رأي، حجم. أول 3 مع بعض عندي مين؟ عدد، العدد بتاعنا، الحجم بتاعنا، سوري، عدد، رأي، حجم. عدد، وبعد كده رأي، وبعد كده الحجم.
طيب تعال نوصف كده صورة، أنا عايزة أوصف القلم ده، والقلم ده شكله كده بيج كبير، وعايزة أقول رأيي فيه. أول حاجة هقول this، هذا this، أو it، this is، أكتب هنا مين؟ عدد، رأي، حجم. العدد بتاعي آه، الرأي بتاعي إن هو نايس، جميل. الحجم بتاعي إن هو بيج، كبير. وبعد كده أحط الناون بتاعي اللي هو بن، اسمه. آخر حاجة بيكون الاسم بتاعنا الناون. يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟ رتبت الجملة بالثلاث حاجات اللي قدامي، عدد، رأي، حجم. عندي العدد على طول يتحط رقم 1، لازم يتحط رقم 1 العدد، عدد الحاجة اللي قدامنا اللي بوصفها. وبعد كده بقول رأيي فيها النايس، وبعد كده بقول حجمها بيج. طب يا مس، لو جات لي جملة ما فيهاش رأي، ما فيهاش رأي، ينفع احط الحجم قبل العدد؟ اعمل سكيب خلاص، يبقى العدد الاول وبعد كده احط مين على طول؟ الحجم. هقولها ازاي؟ This is a big bin. خلص الكلام على كده، حطيت الاول الحجم وبعد كده حطيت الاسم، عدد وبعد كده حجم وبعد كده اسم. طب تعالوا نزود الصفات شوية تاني، قلنا ايه الاول؟ عدد، رأي، حجم. احفظوهم معايا، عدد، رأي، حجم. تعال نشوف نمبر فور. نمبر فور بيكون عندي الصفات اللي بتدل على الشيب، دي ترتيبها في عدد الصفات الرابعة. الشيب هو الترتيب الرابع للصفات اللي هو الشكل. يعني تعال نوصف الكرة دي، نوصف الكرة دي، الكرة دي هنوصفها بعددها، كور كتير اهو بعددهم، وهنوصفهم ان هم رأيي فيهم ان هم جمال، بيوتيفول، حجمهم سمول، وشكلهم مدور. طيب تعال نقولها، هنقول زي او زيز، زيز ار، هنكتب مين؟ قلنا عدد، رأي، حجم، شكل. ادي الترتيب المفروض نعمله، ايه الاول؟ عددها، بعد كده رأيي فيها، حجمها، شكلها. الترتيب ده هو الترتيب اللي لازم يتكتب، ما ينفعش غلط. يعني اقول مثلا الاول بيج، واقول مثلا الاول بول، والخبطهم. لا لا، في الانجليش ما عندناش كده، في الانجليش عندنا ترتيب الصفات، دي حاجة مهمة. طب ازاي بنرتب الصفات بتاعتنا؟ ترتيب الصفات بيمشي زي ما انا هقول، اول حاجة عدد، بعد كده رأي، وبعد كده حجم، وبعد كده شكل. طب لو في حاجة مش موجودة، خلاص ادخل على اللي بعدها، امشي بالترتيب بتاعها، عدد، رأي، حجم، شكل. قولوا كده معايا، عدد، رأي، حجم، شكل، عدد، رأي، حجم، شكل. امشوا معايا عشان في الاخر هقول لكم طريقة سهلة جدا للترتيب، عدد، رأي، شكل، حجم. يبقى عددها 2، ادي اول حاجة في عدد 2. بعد كده نقول مين رأيي فيها؟ beautiful. بعد كده أقول مين؟ أقول حجمها big، شكلها round. بعد كده أحط balls. طب يا ميس، أنا مش عايز أكتب كل الصفات دي، أعمل skip skip يعني عديه عادي. يعني مثلا عايز أقول العدد، وعايز أقول الحجم، وعايز أقول الشكل، أرتبهم بنفس الشكل ده وأشطب كلمة beautiful. طب مش عايز أكتب الحجم، يبقى أمشي بالترتيب برضو العادي بتاعنا، هو مين؟ عدد الأول، رأيي فيها، وبعد كده الشيب بتاعها، واشيل الحجم، مفيش اي مشكلة. كل ما الترتيب يكون الترتيب اللي انت تحفظه هتمشي عليه. الترتيب بتاعنا بيقول ايه؟ اول حاجة عددها، رأيها، حجمها، شكلها. اول اربعة عندي مين؟ عدد، رأي، حجم، شكل، عدد، رأي، حجم، شكل، عدد، رأي، حجم، شكل.